وبشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية السيد قصي المعتصم. أهلا ومرحبا بك أستاذ قصي. بداية، وكالة فارس الإيرانية أشادت بدور سليمان في العراق في الوقت الذي يصرح فيه صالح المطلق أن إيران تعمل على جعل ميليشيا الحشد أقوى من الجيش. أين ترى الحكومة في بغداد من هذا؟ تحياتي لك ولجمهور قناة الرافدين الأفاضل. حياكم. حقيقة الميليشيات واقع موجود ومفروض على العراقيين جميعا، كلنا يعلم أن دور هذه الميليشيات منذ عام 2003 وإلى الآن هو دور تدميري، قتل، إرهاب. وقبل قليل كنت تتحدثون عن مدن بكاملها يمنع أهلها من عودة إليها ومنها جرف صخر. نعم. إضافة إلى أن على مدى السنوات هذه كانت تقارير تشير إلى ما بين 2000 إلى 3000 قتيل من العراقيين نتيجة أعمال العنف اللي كانت يقوم بهذه الميليشيات. نعم. الميليشيات بالكامل كلها مدعو أسست ومدعومة من إيران، هذا معروف لدى كل الجهات العراقية والأجنبية. وبالتالي اليوم عندما تحدث عن ذلك أو عن قاسم سليماني، نعم قاسم سليماني هو من يشرف على هذه الحشود الميليشياوية، ومثل ما قال صالح المطلق هذا صحيح، هذه الميليشيات تحاول شيء فشيء أن تسيطر بالكامل على العراق. والمرحلة الجاية من الانتخابات التي يعدون لدخولها هي المرحلة الأخيرة للهيمنة الكاملة للميليشيات تحت غطاء الحرس الثوري الإيراني، وهذا هو المشهد الحقيقي اليوم. أين ترى سيادة الدولة التي طالما تحدث عنها العبادي من توغل الميليشيا بهذا الشكل على الدولة وتصرف إيران المطلق بمقدرات العراق، بينما نجد حكومة بغداد تنتفض في وجود قوة هي التي اتفقت معها؟ حقيقة سيادة الدولة نراها عندما يصرح العبادي أن هناك 100 ميليشيا لا يمكن غير مسيطر عليها في بغداد في تصريح رسمي له. نعم. ويصرح مرة ثانية يقول لن نسمح للعراق أن يكون تحت سيطرة العصابات والمجرمين اللي يقصد الميليشيات، ثم يأتي قبل أسبوع ويتحالف مع الميليشيا ليدخل انتخابات. هذه هي سياسة الدولة التي تحاول أن تخشي على عيون الآخرين. أما ومن المواضيع الأخرى اللي طرقت لها قبل قليل موضوع جرف الصخر، هناك ملاحظة الكثير لا ينتبه لها، كيف لمدينة تحرر وتسرق بيوتها بالكامل وتباع في مناطق أخرى مثل ما حصل في جرف الصخر، ويقول البعض أن فيها مفخخات أو ألغام. يا أخي هذه النقطة واضحة جدا، مثلا كأي مدينة، كل المدن اللي حررت هي دخلوها الميليشيات ونهبوها، لماذا لم يتأثروا بالمفخخات أو الألغام؟ وبالذات جرف الصخر اللي سرقت وعلنت كذا مرة قنوات عن بيع حتى المواد المنزلية لهذه البيوت بيعت في منطقة الحلة. أرجو الملاحظة هذا سواء لكم أو للأخ عدنان الجنابي اللي يدافع عن الموضوع هذا، أخذوها باعتبار هذه الملاحظة. ونعود أيضا للموضوع الميليشيات. الميليشيات سيدي فاضل بوجود هؤلاء لا يمكن العراق أن يستقر وسيبقى العنف، والدليل أنه 10,000 عملية خلال 4 سنوات، هذا يعني أن المعدل يوميا عمليتين إرهابية. لا يوجد بلد بالعالم يدعي أنه لديه حكومة وسيادة ويحصل ما يحصل في بلده مثل ما يحصل الآن. إذا لابد من إعادة النظر من سواء العلاقات الدولية أو في هيكلة هذه الحكومة التي لم تسب العراق سوى الفساد والدمار والقتل والإرهاب. طيب. ولذلك أنا أعتقد جازما أن الدولة العراقية بوجودها سيستمر الإرهاب لسنوات طويلة. حكومة بغداد تؤكد تحرر العراق من تنظيم الدولة ومن الإرهاب كما أسمت، وهنالك تصريحات لقادة ولسياسيين أن الإرهاب قد دحر، لكن نجد عمليات الاغتيالات تنتشر في العراق بشكل غير مسبوق لا سيما في المدن السنية. برأيكم من يقوم بهذه الاغتيالات؟ سيدي الفاضل، أنا يعني متابع دقيق وكنت في بغداد وطلعت 2006 ولاحظت كل ما حصل من قبل الميليشيات. الحقيقة التي على كل عراقي أن يعرفوها أن هذا النظام مسخر من قبل إيران لتدمير المكون العربي في العراق. نعم. وبدأ بالسنة تحديدا، بدأ بالسنة، لتلاحظ كل مدن السنة الآن مدمرة ومهجر من أهلها. هذه الدولة هي من فجع الإرهاب، من تؤسس لميليشيات تقتل وخارج طاقة الدولة، هذه هي دولة إرهابية تسمى.
طيب في ضوء الحديث عن الإرهاب وعن الاغتيالات، هل ثمت رسالة سياسية من منفذي هذه الاغتيالات، خاصة أنها تستهدف شخصيات عامة سنية؟ الحقيقة هو المسلسل الاغتيالات منذ بدايته كان يستهدف القوى الوطنية، القوى المعارضة لسياسة الدولة وللكفاءات النادرة الموجودة في العراق، وبالتالي ما زال هذا المسلسل مستمر، الغرض منه إفراغ المجتمع من الكفاءات، الغرض منه إرهاب الشعب وأن يظل تحت خوف مستمر. وبالتالي تلاحظ أنه زيادة دائما قبل الانتخابات يزيد هذا لإثبات قوة الميليشيات الموجودة تحديدا. هذه العمليات تجرى كلها تجرى من قبل الميليشيات الموجودة، ما لم يتم إزاحة الميليشيات وبناء جيش وطني لا يمكن أن ينجو العراق من الحرب أبدا. نعم، من لندن الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية سيد قصي المعتصم كنت معنا، شكرا جزيلا لك.